لرجال الله نيرانا عادت نار الباب سجدت تنعى وتقول إلي يا وصالي أي مآسي وهموم فوق المتن ثقيلا أي جليلا مدت يدها تستقبلهم والدمع وسيلا أي مصائب كل غائب أي مصائب أي مصائب كل غائب ذكرى الزهراء حضرت من بعد أشد مصابي والباب غدا نعشا شيع نور الأطياب لرجال الله نيرانا عادت نار الباب فغدت تنعى وتقول إلي يا أحبابي أيا فراقي آه رفاقي طيف رفاقي آه رفاقي عودوا فهنا في الدنيا لم تبقوا من مؤنس غير المجلس حيث بكيتم حيث معا كنا دوما نجلس نبكي حزنا هونا هونا نبكي نبكي حزنا هونا بلقياكم نحيا شوقا صحنا ما عدنا نطلب غير اللقيا كم نرجو أن لا نكتب من أصحاب الدنيا أن نكتب من من كان لفاطمة يقرأ ناعيا أيا زهراء أيا زهراء أيا زهراء أيا زهراء أيا زهراء كيف وجدتم حال الزهراء لما جاءت كي تتلقاكم كيف أتاكم عطف الأم من ضلع فيه الكسر نعاكم ضلع حاني بالأحزان ضلع حاني ضلع حاني بالأحزان بالأحزان
أرأيتم في أطراف عباءتها النيران، أرأيتم في أطراف عباءتها الآثار، آثار النار ودماء قد سالت أنهارا. هل واسيتم بالنوح وبالآه الكرارا؟ هل ناداكم ها قد سجلتم لي أنصارا؟ أيا جميعاً وعد إنا دوماً إنا مثلكم في درب العشق سنمضي بالصبر ودم النحر وبأرواح لكم تحمل وعداً بالثائر. يا أبرار يا أقمار يا أبرار يا أبرار يا أبرار لن ننساكم لن ننسى الثأر لخير دمائي، تلك دماء صعدت لله بكل وفاء. قروا عينان في عليين مع السعداء، فالنصر غدا لدموع يتيمات الشهداء. أيا زهراء صحنا ما عدنا نطلب غير اللقيا، كم نرجو أن لا نكتب من أصحاب الدنيا.